السلام عليكم ورحمة الله الأخوات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير مرحبا بكم في فيديو جديدة على القناة اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى تفيدكم وكيف ما تعودتوا معايا دائما الجديد والمفيد اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم بعض المشتريات اللي خديتها للكوزينه والحمام اعزكم الله المشتريات اللي راعيت وانا كنشريها القدره الشرائيه ديالي حاولت ما امكن انني ناخذ حويجات زوينه عجباني وكنت كنشوفها عند الناس ولله الحمد خديتها وفي نفس الوقت يكون تمن ديالها مناسب بالنسبه لي انا أه صراحه مؤخرا غبرت عليكم لانه كنت كندير واحد الاصلاح بسيط في الكوزينه ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم جوله من بعد الاصلاح اصلاح بسيط صراحه ولكن روينتو من نوع البنات كل شيء تكرفص ليا الحيوط الحوايج راه كنصور لكم دابا غير في الارض لان باقا جمع مع الفراش كله ان شاء الله حتى نخمل عاد غادي نفرش أه المهم هذا الاصلاح درتو في الكوزينه كيف ما قلت واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش ان شاء الله باذن الله يتوصل بالفيديو ديال الجوله في الكوزينه من بعد الاصلاح واللي فيه معلومات حصريه معلومات اللي مفيده بزاف واللي كافيه باش تصلحي كوزينه بدون اخطاء وان شاء الله باذن الله غيكون فيديو مفيد جدا المهم نبدا على بركه الله نشارك معكم المشتريات ديالي كيف ما قلت مشتريات بالنسبه لي انا ثمن مناسب وانا غنبارطاجي معكم ولكم واسع النظر تخليو لي في الكومنتير واش تمن مناسب ولا لا بالنسبه لاول حاجه كانت عاجباني وكنت كنشوفها واخا كنت كنشوف لي بو هاد لي بو هادو ديال الورد كما كتشوفوا كنت كنشوفهم في عند اليوتيوبرز في, في اليوتيوب تنشوفهم دايرين لي بو ديال ايكيا مشيت قلبت صراحه لقيت اثمنه مبالغ فيها بو واحد يعني تا هو فيه 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 داك البلونت ارتيفيسيال يعني اصطناعي ماشي حتى حاجه ناتورال وغناخذو بخمسة وخمسين درهم للبو واحد جاتني انا غاليه بزاف داكشي باش غناخذ ربعه على برا حوانت عاديين غناخذ به بو واحد ونفس المنظر ما هي فعلا هادو كلهم خضرين وهذا ولكن انا تا هادو غيعطيوني لمسه زوينه أه ما عرفتش انا هكا فكرت والله اعلم كل واحد كل واحد والذوق ديالو عاوتاني ما نقدروش نحكمو المهم خديت هادو كما كتشوفوا ربعه آه ربعه ديال الشكيلات المهم هنا عندي هذا الشكل زايد حيت كل واحد خديت منه جوج خديت هذا الشكل هذا حتى هو زوين جاني انا زوين وجاني غيعطيني في الكوزينه منظر زوين وهاد الماتير ديالو راه بديع كاين هاد الشكل وكاين هاد الشكل حتى هو زوين والالوان فيه هادئه وكاين هاد الشكل هذا نقدر انا كاع من بعد الا ما عجبنيش كاع بغيت ندير كلشي خضر وهكا نشارجيه نحيد هذا ونعاود نلصق عشب اخضر كله يعني بحال اللي في ايكيا كيتباع اصلا العشب بوحدي الا بغيتيه راه كيتباع وكاين هذا الشكل هذا هذا غالبا غنديرو في الحمام لان جاني غيتواتا بزاف في الحمام عزكم الله هادو خديتهم غير من حي بالنسبه للناس اللي عايشين في كازا خديتهم من حي اناسي حدا الكيوسكات واحد السيد كيبيع داكشي ديال 5 دراهم من تما خديت هادو ب 13 درهم الواحد يعني 260 ريال الواحد ثمن جد مناسب بالنسبه لي وان شاء الله ملي غنوظفهم غادي نشارك معكم كيفاش غادي نوظفهم المهم هادو كما قلت من اناسي ولا حاجه غادي نبارطاجي معكم منين خديتها مهم هذا البلاطو هذا موجود في المحلات في الالوان في الاحجام انا خديت هذا الحجم هذا المهم البنات ما اللي اللي بغات تاخذوا او لا خداتو ما العمدة على هذه هاد ليديدات هادو راهم ماشي صحاح يعني راهم كيتهرسوا وخا عندهم هذه هاد الفيسات هادو ولكن راهم كيتهرسوا المهم انا هذا خديته غير على وديت الماء هكا نخليه بلاطو خاص بالماء قرعه ديال الماء والكيسان ديال الماء يعني لهاد الغرض خديتو خديتو على المنظر ديالو صراحة خديتو من حي الأزهر بالنسبة عاوتاني للناس اللي عايشين في كازا حي الأزهر من واحد المحلات تما كيكون واحد الشارع محلات مستفينه ديال البلاستيك خديتو من تما بتلتميه وستين ريال 18 درهم أه شنو خديت آخر خديت هادي هاد المنطيمه زوينه ديال الطباصل آه عندي ديجا وحده كنت خديتها بشحال هذا صراحه خديتها ب 13 درهم 260 دابا راه زادوا فيهم ولاو ب 15 درهم المهم هادو من الافضل البنات فيكي كل ما تحطهمش في كيكون أو الماء اولا دائما تنشفوهم لانهم راهم كيصبطيو انا عندي الشبكه الكبيره آه ملصقاها راه صدات غنحيدها ولات حالتها دابا نصور لكم الحاله اللي ولات اللي ولات فيها كيفاش دايره المهم انا هادو كنحطهم غير فوق لي زيطاجير ما بالماء باش هكا كيجوني عمليا الطباس اللي كيجيو وحده بعضياتهم في عوض ما تحطي واحد فوق واحد من الافضل يجيو هكا وحده بعضياتهم يكون احسن كيجيو ساهلين كي حتى في الخدمه المهم كما قلت لكم هادو ب 15 درهم حاليا صراحه سولت في ثلاثه ديال المحلات كلهم كيقولوا لي 15 درهم قالك السلعه زادت حيت كانوا سادين مؤخرا على السلعه مهم بالنسبه لهادي أه وخديت نبارطاجي معكم داكشي اللي خديت على برا ديال ايكيا عاد نشوفوا ايكيا خديت هاد هاد لابوبيل عزاكم الله الصغيره اللي كتلصق في البلاكارات غزاله عمليه وزوينه بزاف صراحه ها انتو يبان لكم هنايا كتلصق في البلاكار ما واضحه ها هي زوينه بزاف وها هي البلاصه اللي كت اللي كتدخلي في البلاكار هي هذه دابا نوريكم ان شاء الله كيفاش وظفتها مهم وتبارك الله كتهز يعني هكا حتى تجمعي هنا وعاد تمشي تحطي في البلابوبيل الكبيره عزكم الله مهم انا جاتني عمليه بالنسبه للثمن ديالها خديتها ب 18 درهم 18 درهم 360 ريال البلاصه اللي خديت منها من البرنوصي حدا القصاريه ديال طارق يعني واحد المحلات كاينين على برا كيكون فيهم البلاستيك خديتها من واحد من عند واحد السيد تما مع العلم انني درت في درب غلف ما لقيتهاش ايكيا ما لقيتهاش المهم ما بانتش ليا قلبت عليها مشيت يعني خصيصا كنقلب عليها حتى هي من بين يعني الحوايج اللي استهدفتها في هذا البحث هذا ما لقيتهاش لقيتها عند واحد السيد كيف ما قلت لكم في البرنوصي و18 درهم 360 ريال آه، ندوزو للحويجات اللي خديت من آه، من مرجان خديت هذه هذه صراحه زوينه عجبتني بزاف ديال الصابون فيها البلاصه اللي هكا واحد العيبه هي كيخرج منها الماء وعندها لصقه ها هي كتلصقها في الحيط الا كان عندك زليج بلا يعني ملس ما فيهش ما محفر ما يعني ما فيه ما فيه لا تدريجات لا شي حاجه ودابا نجرب ان شاء الله نشوف اللصقه كيفاش دايره المهم عاطين هنايا المعلومات عاطين واحد الكتيب ماشي كتيب عفوا لاصقه فيها بحال هكا معلومات كيفاش تلصقيها وتبقى لاصقه و في حاله ما عندكش كيفاش ديري تلصقيها راه عاطينك هنا فيسات ها هما هادو باش باش تلصقيها هكا بالشنيول تقبي وتلصقيها هكا خديت جوجات وحده لافابو لانه صراحه ما كنبغيش نحط فوق لافابو ما تجينيش عمليه ديك الصابونه أه تنبغي نغسل لافابو عاد حيديه حطيه في بلاصه اخرى وهذا هادي تلصق وتجيني قريبه باش هكا تجيني ساهله في الغسيل يجيني لافابو ساهل في الغسيل وفي نفس الوقت تجي عمليه وفي اللون الابيض لان اصلا عندي الحمام اعزكم الله في الابيض والكري المهم دابا ان شاء الله نصور لكم كيفاش كيفاش غنلصقها وكيفاش غنلصقهم بجوج كيفاش غادي يجوني في الحمام بالنسبه للمنطقه اللي خديت غادي نوض للكوزينه باش نصور لكم نكمل لكم في مرجان بعدا ها نسيت ما قلت لكم بالنسبه للثمن ديال هادو 8 ديال الدراهم وشي حاجه مهم بجوجهم ب 17 درهم بجوجهم 17 درهم الثمن ديالهم جاني مناسب لاني قلبت على ديال الاينوكس وماشي كاع ديال الاينوكس كيصدقوا ممكن يصديو سورتو ان الصابونه كيكون فيها دائما الماء وكتلقيه الثمن ديالهم غالي وما كتتاكديش بانها راه اينوكس فري فاضطريت اني ناخذ قلت البلاستيك ما نخافش عليها ما تصدي ليا ما والو اذا نوض نصور لكم نكمل لكم داكشي اللي خديت من مرجان عاد هذا نصور لكم المشتريات اللي خديت من ايكيا هنا البنات خديت هذا المنظمه نط الكوزينه لانه كنت غير جربت فيها صراحه باقي ما فينيتش باقي لا فينيسيون في الكوزينه ما كملتش يعني باقي المعلم غيجي هنا صورت لكم هذه المنظمه رائعه عجبتني عمليه قلت غنجمع فيها غير لي ديال القهوه في عوض هذاك الشيء ما يجي كلش هاد صف هكا في ليطاج جات هكا جات هكا 3 ايطاج زوينه عمليه فنه هادي ب درهم من مرجان خمسين درهم وها هي اللي قلت لكم راه ديال كتجي عمليه ديجا كانت عندي هذه ها هي ديال الطباسل صراحه كتجي غزاله حتى هي والاخرى غندير هالتباصل الطباسل شي طبيصلات خديتهم من من ايكيا المهم هذه جات بحال هذا الشكل هذا جات فنه عجبتني بزاف المهم البنات غتلقاو دي كنوض بعض المرات يعني كاين شي حويجات اللي محطوطين في بلايص واحدة اخرى المهم هنا آه، آه، كملت لكم السلعه ديال مرجان آه، مرجان صراحه ما لقيتش لقيت،, لقيت لقيت لي بواط وداكشي يعني عادي هذه اللي عجبتني هذه المنظمه اللي وريتكم دابا هي اللي عجبتني دابا غندوز بالنسبه للناس اللي كيعرفوا اواني شعيب آه، اصلا كيدير ديجا اللايفات في الفيسبوك آه، كاين هنا في البرنوسي حدا النيابه بالضبط حدا استوديو ياسين آه خديت من عندهم هاد الطباسل هادو رائعين وكاينين صراحه الطباسل هما اللي عندهم آه غزالين والثمن مناسب اما داكشي الاخر جاني عادي جدا ما كاينش شي حاجه انا جاتني ما كاينش شي تخفيض زعما المهم هاد طباسل خطيرين هادو ها انتم شوفوا زبيون زعما احتف يعني تبارك الله كبار ديروا فيهم هكا مسمن البغرير يعني ملي كنهاكا بحال هكا في فاش كيجيو عندنا الضياف كنوحلو الطبيصات اللي كي كيكونوا هكا شويه مفطحين هكا تحطي فيهم الحرشه المسمن وهذا كيجيو زوينين وسورتو ان البيض وانا وليت لعبه كلشي على البيض غتلاحظوا بان المشتريات كلها تقريبا بيضاء لان يعني الكوزينه عندي كلها لعبة عليها لو تيم ديالها هو البيض هنا هذا العبار ديالو 32 سنتيم ها هي 32 سنتيم مهم زوين انا عجبني هو صراحه ما تقيلش بزاف من لي انا يعني الوزن ديالو خفيف شويه ولكن عملي زوين هذا هما ثلاثه ثلاثه خديت ثلاثه ب درهم ثلاثه ب 50 درهم هذا من اواني شعيب هذا الشيء اللي خديت منهم مؤخرا وصراحه ماكرهتش نزيد منهم وان شاء الله الا مشيت غادي نزيد كاين اشكال كثيره بالنسبه للناس اللي باغيين بروفيتيو لان الطباسل عندهم زوينين كاينين ربعه ب 50 درهم كاينين اللي غارقين ربعه ب 60 درهم كاينين خمسه ب 50 درهم ديال الزاج اللي كيكونوا ترونسبارون المهم كاين كاين الطباسل ما يدار تما في الطباسل دابا غادي ندوز لايكيا شنو تقديت من ايكيا نخاف لي ترسلوا لي الطباسل ندوز لايكيا اول حاجه هذا الكرسي هذا هذا الكرسي غزال ما ندمتش عليه الجلسه عليه مريحه يجلس تقيل الخفيف صغير الكبير يعني صراحه غزال وحتى البلاستيك ديالو زوين وعنده هاد هانتوما كتشوفوا هنا هاد اللعيبه هنا كتبتو على الزليج باش هكا ماكيزلقش صراحه انا في الحمام اعزكم الله دائما كنشري كراسه 25 درهم 25 درهم كدوز عليهم سيمانه 10 ايام كيتهرسوا ما عرفتش علاش يعني كل سيمانه خصني نخسر 25 درهم على الكرسي فقلت علاش ما نمشيش ناخذ واحد يكون زوين فاش لقيتو ما ترددتش ما نكذبش عليكم خديته ب 55 درهم ولكن راه غزال هذا ب 55 درهم من ايكيا انا ديجا راني حاطه الفاكتور حدايا باش هكا ما نتلفش على الاثمنه نعطيكم اثمنه صحيحه هذا ب 55 درهم المهم راه زوين وصحيح هانتوما هذا من ايكيا خديت هاد الشبيكه حتى هي زوينه عجبتني هي ماشي بالضروره تاخذوا بحال هاد الشيء من ايكيا يعني موجود على برا غير انا مشيت مشيت قلت ناخذ معايا داكشي اللي خاصني ضروري سورتو هاد الشبيكه بانيه بلاستيك ديالها حتى هو زوين خديت على وديت لي بات ولادي كيبغيو بزاف لي بات ولي بات كتعرفوا كيتزاد الحجم ديالهم وعندي شبيكات انا صغار على هادو دائما كطيح ليا لي بات من الجناب فخديت هادي الثمن ديالها الثمن أه... ديالها 21 درهم 21 درهم صراحه بلاستيكها زوين خديتها في البيض راه كلشي عندي في البيض كما قلت لكم 21 درهم 420 ريال آه، خديت هادي آه، كنسقطرو فيها المعالق ونحطو فيها نقدرو نحطوهم كديكور ماشي ضروري انا نسقطرو فيها هو صراحه واخا كنتخوف انا من هادشي ديال الاينوكس لان كنخاف آه، لا يصدي لان صراحه العيار لصق عليها ما عرفتش واش 100% غالبا ماشي 100% اينوكس مهم راه فيها لا مارك ديال ايكيا ما تنظنش انا غون بحال ايكيا غادي تبيع شي حاجه ما يعني ما هياش وزيدون تتبقى البيع والشراء هذاك ما نقدروش نحكمه مهم هذه خديتها من تما واللي بغى يوقع يوقع ان شاء الله الا ما صدقتش راني غادي نبارطاجي معكم باش بلا ما تبقاو من ايكيا هذه خديتها ب لا اله الا الله 45 درهم خديتها ب 45 درهم 900 ريال 900 900 ريال خديت هادو اللي كانوا حمقوني وكنت كنشوفوهم عند الاخوات في اليوتيوب غزالين فنيين وكنت خديتهم خديت هاد البو هذا على وديت هاد الغرض ما عرفتش واش غادي يستقوا ولا مهم المهم حتى تقولوا لي نتوما آه ملي غادي نحطو ان شاء الله راه غنحيد هاد الكرتونه هادي آه اللي داير هكا مع سورتو ان كلشي في البيض تنظن غيجيو زوينين المهم حتى نحطهم ان شاء الله وغادي نبارطاجي معكم ونقولوا لي كيفاش جاوا المهم هادو بالنسبه للثمن ديالهم هاد البارة صحيحه بزاف يعني زوينه مع هاد جوج ديال لي ها هما جوج كتاخذوا معاهم هاد ربعه ديال لي كروشيه بيضين تقدروا تغلق... تعلقوا فيهم لي طاس تعلقوا فيهم المغارف يعني سورتو الا خديتو مغارف لي ديالهم ديال بيضين غيجيو خطيرين المهم ها هم هما اربعه هادو كما قلت لكم جوج ديال لي مع البارا مع اربعه ديال لي كروشيه 69 درهم 69 درهم أه يعني 1380 ريال خديت هادو حتى هما اللي كانوا عاجبيني ومحمقيني وبغيتهم في الكوزينه كيجيو حتى في الحمام زوينين ولكن بالنسبه للكاليتي ديال هاد الماتيغ باش مصنوعين راه غير ام دي اف يعني ما غاديش يصبر الماء ما عرفتش هادو الناس اللي دايرينهم في الحمامات ما عرفتش صدقوا لهم ولا لا ولكن نقدر نغامر وندير وحده في الحمام لانها صراحه مع البيض خطير اللون لا لا يناقش ما فيه الناس يعني الابيض خطير وكي زوين وكيعطي واحد البهجه والاضاءه في في, في غزال المهم هادو خديتهم ب... بالنسبه الالوان كاين الكحل والبيض كاين الكحل والبيض بالنسبه للبيض هو اللي غالي داير 55 درهم والكحل داير 45 درهم ها الاثمنه هما هادوك 55 درهم للبيض والكحل 45 درهم يعني 1100 وتسع و تسع مية ريال للكحل خديت جوج ان شاء الله من اللي غادي نلصقهم راني غادي نبارطاجي معكم هادو خديت منهم جوجات كما كتشوفوا ها هما وخديت هاد هاد البالا عساكم الله هادي رائعه عجبتني سورتو ان فيها الشطيبه ديالها كتلصق ما عرفتش واش كاينين على برا المهم يقدروا يكونوا مش بالضروره انكم تاخذوا هادشي الشيء من ايكيا كيف قلت المهم استفدوا انا استفدوا مني استفدوا مني انا ربما يكون على برا الخاص المهم بالنسبه لايكيا الثمن آه ديال هادي دايره 22 درهم الشطابه ديالها والشطيبه ديالها رطيبه وفيها واحد الجليده هنايا كتلصق ملي كتحطيها على الارض كتحطيها في الزليج بحال هكا كتلصق ديك الجليده يعني وكيدخل كلشي في الباله ماشي بحال البالات اللي كنت كناخذ كناخذهم ما كيصدقوش ليا البلاستيك ديالهم بعدا دغيا كيتهرس ليا وهذا كيكون دائما فيهم شي ديفو كتلقيها طالعه من شي جهه ما الوسخ كيبدا يدخل من تحت منها المهم صافي قلت ناخذ هذه ماشي مشكل المهم شي حاجه تصبر لكم وما تبقايش تضيعي كل مره 5 دراهم كل مره 5 دراهم حسن وسورتو ان فيها هذه الشطيبه هذه والشطيبه هذه رائعه الكاليتي ديالها زوينه يعني كناخذهم ب 5 دراهم ولا مع 8 دراهم على برا وهي هذيك نيت جاتني انا عمليه و... وحتى البلاستيك ديال هاد البالا زوين بلاستيك زوين هادشي الشيء اللي كاين وخديت هاد هاد الطاجيره هادي رائعه هادي هي كان الحلم ديالي ناخدها ديال السبيبطات ولكن انا غنوظفها لحاجه اخرى نتمنى تكون واضحه ها هي خديت جوجات اصلا هما كيتبعوا جوجات ديال البلاستيك ها هو الكتاب ديالها كيجي معاها كتاخدي جوجات كيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم في بلاستيكه وحده وانتوما كتركبوهم يا بهذا الشكل الطويل يا بالشكل ها كيكون وحده حدا وحده نتوما لكم حريه الاختيار واللي زوين فيهم هي انكم كتستغلوا حتى هذا ليطاج هذا اللي الفوق كتحطوا فيه لي بوش ماع المهم أه عطى الله ما تحطوا فوق منهم زوينين صراحه اه كما قلت لكم خديت جوج الثمن ديالهم 249 درهم 249 درهم أه كيتلصقوا في الحيط يعني ما كيبقاوش شادين لكم لي لتحت اه كي كيلصقوا ها هما هما عندهم سميتها ديالهم اللي كيلصقوا ويعني كتكون عمليا يعني بحال الارض هكا ما لك بلاصه كتقدري تسيقي وتشطبي كيف ما بغيتي ما عندكش مشكل هادو كما قلت لكم جوج ب 249 درهم يعني 5000 ريال قل درهم خديت هاد الكراسه هادو اللي لقيتهم في ايكيا ولكن غاليين الثمن ديالهم صراحه ما ماقدرش عليه ماشي في استطاعتي فمشيت مشيت لدرب غلف ما خليت صراحه فين ما قلبت على هاد الكراسه اللي كيتطواو يعني قلال مهم البلايص اللي ما قلبتش فيها هي كراج علال لال تنظن المهم اخيرا لقيتهم في لقيتهم في درب غلف راه باقي مغبرين البنات باقي ما مسحتهمش ما غسلتهمش المهم عندي انا الطبله كتطوى دابا نوريها لكم صايبتها عند المعلم وبغيت لها حتى كراسه كيتطوى باش ما يشدوش لي لان الكولوار عندي ضيق مهم هادو هما الكريسيات خديت جوج بالنسبه لولادي ها هما كيتطواو كيف نوريكم ها لكن نهز الكاميرا باش تشوفوهم مزيان هانتوما نتوما كيتطوا بهذا الشكل هذا هنا هاد هاد اليد هاد البلاصه هادي هي اللي كتبقاو تسدو منها وتحلو منها في نفس الوقت وصراحه صحاح صحاح انا عندي في الخدمه فين خدامه انا راه شحال من عام وهما وهما كاينين صراحه وتبارك الله باقيين مزيانين المهم كما قلت لكم من هنا كتجمعوها هانتوما نتوما ها هو غير الشكل وما كيشدش لي سباس وها الا حليتو عاوتاني من نفس البلاصه بحال هكا وهو كيتحل نتمنى يكون واضح لان كم... التليفون حطاه غير لتحت بالنسبه لهذا خديته من ضرب غلف 100 درهم الواحد بزز كانوا كيديروا غير درهم خمسة وستين درهم قبل هاد الجائحه هذه من بعد ولاو درهم مية وزياده راه انا يعني تشاطرت داكشي اللي قديت عليه خلاهم درهم الواحد 200 درهم درهم بجوج يعني 4000 ريال بجوج ندوز نوريكم حوايج اخرى وخديت البنات هاد الساعة من ايكيا ب سبعين درهم يعني عشر مية وثمانين ريال زوينة وأهنتم ان شاء الله ملي غندير لكم جولة في الكوزينة غتشوفو شحال جات متناسقة مع الإصلاحات اللي درت في الكوزينة وعجبتني بزاف صراحة أه كلاس سامبل واللوينات اللي فيها خطيرة حمقتني صراحة أه مهم هذي ما قلت لكم 79 سبعين درهم وهنا البنات كاع الحوايج اللي خديت جبتهم هنا خديت هادو من بيم هادو خديتهم من بيم صراحه زويونين الشكل ديالهم زوين كنظن خديتهم ب 30 درهم خديت جوج كما كتشوفوا الشكل ديالهم زوين وخديت هاد الشبيكه خديتها من ساغا صراحه زوينه كتهز الديسير يعني مزيان واللون اللي عجبني فيها هو هذا الابيض هذا كما قلت لكم كل شيء بالفل البيض ها هي خديتها البنات ب 10 دراهم ثمن جد مناسب ولقيتها في مرجان ب 15 درهم يعني كاين فرق في الاثمنه هذه ب 10 دراهم المهم اللي اللي صورتها لكم غنحطها على جنب وهنا هذه الطاسات هذو هاد ديال الكوز ديال عفواً ديال الثلاجه رائعين صراحه هادو ندمت لي ما خديتش منهم بزاف ولكن ما كنتش مجرباهم عندهم واحد ليديده ها هي ليديده وهكا ترونسبارون تيبينوا لك الخضره اللي انت دايره فيهم المهم هادو ديال الثلاجه آه كما كتشوفوا واخا كتعرق بحال هكا بالنسبه للناس اللي كتخوفو من هكا كتندي هكا بالماء ما تخافوش منها الخضره كتبقى محافظه عليها كيف ما هي دابا هاد هاد تخيزو هذه راه سيمانه سيمانه وكما كتعرفوا الثلاجه كاينه الخضره اللي كنحطوها مباشره هكا في الشبكات عريانه يعني في الثلاجه كتلوى واذا حطيتيهم في بلاستيكات ما كيجيش منظرهم زوين يعني كما درتي وحله احسن حل هاد المشكل هو هاد الطاسات هادو صراحه غادي نرجع للصاغه وغناخذهم لان هادو خديتهم من صاغه بالنسبه للصاغه اللي غيسولني المهم اللي خديت منها انا كاينه في حي الازهر أه واحد الصاغه اللي كاينه تما هي اللي خديت منها هانتوما خيزو بقات كيف ما هي ملوات ما حتى شي حاجه اسبوع عندها هاد اسبوع والله العظيم الا اسبوع واخا هكا سارده من الداخل وكلشي بقات كيف ما هي وكما قلت لكم عمليه هانتوما كتبين لكم وعند هذيك اللي آه كتشدي منها كتجري منها هكا في الثلاجه غزاله وكيجي حتى المنظر ديالهم فن في الثلاجه هادو خديتهم ب درهم الوحده كيحافظوا على الخضره من داكشي وكاين الاحجام كاينه الصغيره كاينه المتوسطه وكاينه هاد الكبار هادو هادو هما اكبر حجم كاين وهانتوما شوفوا هادي دايره فيها راه كتبان لكم الفلفله هانتوما باش نعطيكم بالتجربه الفلفله اقسم بالله الا الاسابيع دابا جوج الاسابيع والفلفله هنا هانتوما جوج الاسابيع واخا كاين داك الماء تما ما موقع والو الفلفله انا صورت لكم داكشي بلي باش ما بغيت كنت صراحه بغيت نمسح دابا الثلاجه قلت غنصور لكم عاد غادي هانتوما شوفوا الفلفله شوفوا الفلفله كي دايره قلت لكم كنقسم بالله الى جوج ديال السيمانات يعني ماشي غراضي انني ندير اشهار المنتوج ولا انا دائما مع اللي كيفيد ربات البيوت في البيت ديالهم مهم هاد السوبيرات غزالين ها انت واخا فيها الماء واخا فيها بقات على الفلفله في الفورمه ديالها ما ما تكمشت ما حتى شي حاجه مهم هادو ب 30 درهم لهاد الكبار بالنسبه لكاينين اللي ب 25 درهم وكاينين اللي ب 20 درهم انا غادي نزيد ما نكذبش عليكم احجام مختلفه لانه بعض المرات كناخذ كن شي خضره مثلا غير شي حاجه قليله منها هادو خديتهم من صاقه ها يعني نتوما غتلقاوهم هنا رباقه هذا فيهم المهم حيت هادو والله خديتهم تقريبا دابا شي ثلاثه شي ثلاثه سيمانات ولا ولا اربعه سيمانات باش خديت هادو ها يعني نتوما ما, ما عرفتش واش واش كاتبين هنا لا مارك صاقه ولا لا مهم هادو خديتهم من صاقه اللي بغاهم غيلقاهم في ساقة. بالنسبه لهادي لهذه... قلبت على هاد السوبيرات في اخرى راني ما لقيتهمش باش نقول لكم صراحه ما لقيتهمش قلت ربما نلقاهم بثمن قل في بلاصه اخرى ما لقيتهمش خديت هادي هادي راه جبتها دابا من الثلاجه لان كما قلت لكم كنت باغا نمسح الثلاجه هذه هادي البنات خديتها من بيم صراحه ماشي ما ما كنصحش اللي اللي ما عندوش ميدير بيها ما يدير بها ما كنصحوش انهم ياخدها لانها غير بديت كنغسلها بعدا وهي تهرس لي من واحد البلاصه نحلها لكم باش تشوفوا المهم راه جابداها كما هي ما ما غندير لكم لا مونتاج لا حتى شي حاجه في هذا الشيء لان كنت حاطه فيها غير هذا الشيء هذا ما كنتش حاطه فيها حتى شي حاجه هانتوما انتما ها هي ها هي فين شفتوها غير كنت كنغسلها يعني ماشي شي حاجه غير كنت كنغسلها وشوفوا تهرسات من هنا المهم هذه خديتها بشي 20 درهم ب 20 درهم سنتم ب 20 درهم هذه اه خديتها غير من بائع اه هكا في محل بائع داكشي ديال 5 دراهم كنظن خديتها وما عرفت واش 5 دراهم ولا 10 دراهم والله ما عاقله الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي انكم اللي كتحطوها كتلصقوها في في الثلاجه كتكون شي حاجه من فوق منها سورتو الا حطيتو فيها شي حاجه ديال الزاج يعني ما ننصحكمش تحطوا شي حاجه ديال الزاج في هادي لان ملي كتبغي تجبدي داكشي اللي الفوق كتقدري تقيسي هادو تقدري تقيسيها وكتخرج كطيح هذه اللي ما فيها يعني خصهم تحطوها في بلاصه اللي متق... ما كاين ما تجبدوا من فوق منها وما الثلاجات راكم عارفين ديما كيكونوا عامرين ما يمكنش ما نحطوش هنا كما كتشوفوا هاد الطبيصيل هذا خديتو من ايكيا ستة دراهم ونص خديت ستة آه زوين صراحه الماتيغ ديالو زوينه وزويونين بالنسبه لرمضان هكا كنحتاجوا طباس بحال هكا بالكثره المهم هذا زوين خديته ب 6 دراهم ونص وخديت هاد القريعات هادو اللي فنين ديال الزيت هما غير زاج ومصبوغين آه فيهم هاد الطريك هادي الفوق يعني كتحافظ على الزيت كتخوي لك الزيت قليله يعني بالنسبه اللي كيبغي يقتصد بحالي انا كنبغي بحال مثلا الطاجين ندير غير خويط هكا ديال الزيت من الفوق و آه يعني ما نكثرش الزيت سورتو اننا ولينا كنطيبو غير بزيت الزيتون كنبغيو شويه نحافظو نقتصدو عليها المهم هذه اللي كتقتصد راها عمليه غتاخديها ب 30 درهم ب 25 درهم عفوا خمسة 25 درهم من صاقه و... ولكن آه عمليه عمليه وزوينه راه غتلقاوهم على برا حق راني لقيتهم على برا غتقدروا تلقاوهم غير بقل ولكن ما شفتش الثمن صراحه المهم خديت جوجات ها هي جوجات بجوجهم ديال زيت الزيتون غير وحده زيت الزيتون ديال الطياب اللي كتكون شويه فايت عليها العام وحدات الزيتون د الماكله اللي كتكون جديده هادو لاش واخداهم انا وخديت البنات هذه المنظمه كلشي في الابيض هاد المنظمه ديال المعالق وهذا لانه كنت باغاها صراحه عجباني ومشيت للايكيا لقيت الثمن غالي اولا والقياس ديال المجر ديالي ما لقيتوش نهائيا فهكا كنت كندور في حي اناسي في في المحل اللي قلت لكم خديت من عنده لي بو ديال الورد حتى كتبان ليا كتبان ليا ان لقيتها غير في اللون الابيض واللون الابيض هو اللي باغا انا المهم عمليه جمعت لي بعدا هذا كله راه جمعته لي وباقا تهز باقا تهز تبارك الله وخديتها غير ب ستين ريال 13 درهم وعجبتني صراحه وجاتني تف في المجر جاتني مزيانه وخديت البنات هذا الرشاش ها هو من ايكيا ما واضح ها هو خديته من ايكيا لان ديالي كان تهرس لي وصراحه لقيت الانوكس الثمن ديالهم غالي بزاف فلقيت هذا الثمن ديالو مناسب بلاستيك وسورتو انه في الابيض وفي الجري. يعني مواتي مع الزليج هانتوما كي كتشوفوه راه هو الزليج اون هنا آه هذا لقيتو ب 35 درهم ثمن جد مناسب وزوين غير هو مافيهش يعني تقدري تحلي المبطار طرق مختلفه كما الانوكس يعني كترش بطرق مختلفه هذا عنده رشه وحده يعني كيرش بطريقه واحده انا غنحلو لكم وتشوفو كيفاش كيخدم ان شاء البنات شو الطريقه اللي كيرش بها هي هذه يعني ما تقدريش تغيري عنده غير هاد الطريقه هادي صراحه زوين عملي انا جاني خمسة 35 درهم يعني فابور مقارنه مع 600 درهم 700 درهم ديال يعني جاني مزيان وخديت هاد الشبيكات البنات هادو خديتهم غير من محل عادي من الازهار خصصتهم البطاطا والبصله هادو مهم عاده بعض المحلات كيقولوا لك لا غتاخدي ثلاثه غتاخدي ثلاثه كاملين ب درهم آه هاد المحل اللي مشينا له كتاخدي القياس اللي بغيتي بغيتي وحده بغيتي جوج بغيتي ثلاثه فانا خديت جوجات هنا درتهم في البالكون على حساب البصله وبطاطا البطاطا غتشوفوني دايرها في صاشيه كحله لانها مع الاضاءه وعندي السرجم عندي البالكون مشمش مزيان والاضاءه فيه ما نعاودش لكم والبطاطا مع الاضاءه كتزراق ما تتبقاش في اللون ديالها فكندير لها فكن ديك دي الصاشيه باش هكا كتخفف عليها شويه ديال الضو باش كتبقى لي مزيانه مده طويله مهم هادو قلت لكم خديتهم ب 20 درهم الوحده يعني 40 درهم بجوج وكيهزو تبارك الله كيهزوا كيلويات مزيان واخر حاجه البنات هي هاد القطاعه خديتها من ايكيا ديال الخضره صراحه زوينه عمليه الليديده ديالها زوينه كتشدي بها كتحكمي هكا باش تنقي الخضره والموس ديالها راني قلبته راه ماضي واخا باقي ما استخدمتوش ولكن راه ماضي آه والليديده ديالها بلاستيك وسيرتو انها في اللون الابيض وانا وليت نموت على اللون الابيض آه عندي وحده آه كلها اينوكس وشويه الشده ديالها كتجي شويه صعيبه لانها مستطيله كلها جات هكا طويله وصراحه بدات كتصدي ليا من شي بلايص وقلت ناخذ هذه نعوضها نلوح عليا الاخرى هذه صراحه عمليه وزوينه هذه خديتها من ايكيا ب 11 درهم ونص 230 ريال وهذه هما المشتريات اللي شاركت معكم نتمنى تكونوا استفدتوا لا من ناحيه الاثمنه ولا من ناحيه الاماكن اللي خديت منها كل حاجه دائما هذا هو الهدف ديالي هو انكم تخرجوا من الفيديو ديالي بالاستفاده ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون الفيديو عجبكم وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم واللي اول مره كيزور القناه ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش توصل بالجديد وكيف ما قلت لكم دائما الجديد والمفيد ان شاء الله اذا وصلنا لنهايه لا فيديو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والقاكم في فيديو قادم ان شاء الله وفرصه مقبله ان شاء الله مع السلامه